الباخرة أو السفينة اللي راح يكون على متنها إقامة معرض للكتاب. يا ريت تنطينا تفاصيل حول هذا الموضوع، شو وقت راح يكون، منين راح تجي هذه الباخرة، كم كتاب راح تضم على متنها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هاي الباخرة هي منذ عام 1970 تجوب الموانئ العالمية لغرض نشر الثقافة، وباعتبارها تحمل على متنها أكبر معرض كتاب عائم في العالم. نعم. زارت أكثر من 162 دولة، زارت أكثر من 1500 ميناء، يعني احنا علمنا بها قبل مجموعة من عدة أشهر، كانت في حينها تزور بعض الدول في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، فتم التواصل مع هذه إدارة السفينة منذ قرابة 3 أشهر، وطلبنا من عندهم قدوم وفد إلى محافظة البصرة، وفعلا إجا وفد من عندهم من الهيئة الإدارية لها إلى محافظة البصرة خلال فترة خليجي 25، وطلعوا على البصرة، فكان عندهم تخوف من زيارة العراق، لكن بعدين طلعوا على أجواء في محافظة البصرة غير الصورة عندهم بشكل كبير. وأيضا احنا زرنا السفينة خلال وجودها في ميناء العقبة، وطلعنا على مضمون الكتب الموجودة بها. السفينة هي بالحقيقة يعني طولها 132 متر، عرضها 21 متر، الغاطس في الماء أكثر من 5.5 متر، ارتفاع السفينة 34 متر، تحتوي على معرض كتاب بحدود 5000 عنوان، أغلبية الكتب الموجودة هي كتب علمية وأكاديمية، السفينة عندها طلبة الكليات على بشكل خصوص أو طلاب المدارس، لأن أغلبيتها كتب علمية بالحقيقة، أغلبية عناوين هي باللغة الإنجليزية، 10% ل 15% من العناوين هي راح تكون باللغة العربية فقط. هاي الباخرة تحتوي أيضا فعاليات أخرى، تحتوي على كافتيريا، تحتوي على مسرح يتسع 350 شخص، تحتوي على قاعة تستوعب 250 شخص، راح تكون بها مجموعة من الفعاليات مثل يعني حفلات توقيع الكتب أو بعض الندوات أو الفقرات الثقافية المتعلقة بالجانب الأدبي والثقافي، أيضا بجانب متعلق بحضارة العراق. نعم. ثقافات متعددة به، وأيضا راح تكون فعاليات أخرى حتى في خارج السفينة، من ضمنها إقامة مباراة بين طاقم السفينة وبين مجموعة من شباب من محافظة البصرة، ربما يعني يتم تحديد يعني مكان المباراة هو في ملعب الميناء على الأكثر أو في المدينة الرياضية. أيضا الباخرة راح يكون بها أكثر من 350 شخص من 77 دولة يمثلون ثقافات متعددة، أيضا وجودهم وزيارتهم لمحافظة البصرة راح يعكس صورة أيضا إلى بلدانهم وينقل صورة أخرى إيجابية كما نقلت في خليج 25، إن شاء الله تحقق هذا الهدف. الموعد الأساسي أكو موعد يعني محدد قريب؟ يعني إحنا توجد جداول عديدة للسفينة في كثير من الدول، إحنا يعني خلال طبيعة الأجواء أنا قدمنا الموعد باعتبار هي السفينة الآن في العقبة، من عندها راح توجه إلى مدينة جدة في السعودية ولا مدينة جازان، ومن ثم راح تزور كل الموانئ الخليجية في أبوظبي ودبي والمنامة والدوحة والكويت وصلالة في عمان، لكن احنا قدمنا موعد السفينة على هذه الموانئ كلها إن شاء الله، راح تزورنا في نهاية الشهر الثالث، من نتوقع وصولها إلى شط العرب يوم 25/3، راح تبقى بحدود 14 يوم، طبعا اكو ايام هي يوم للرسو ويوم للمغادرة، فربما تكون هي فترة المعرض الفعلية هي ربما 10 ايام راح تكون للمواطنين، راح تكون على فترتين، الفترة الصباحية هي للمدارس. نعم. راح تكون بواقع 3 مدارس يوميا، والفترة المسائية اللي هي طبعا راح يصادف شهر رمضان بعد الافطار الى وقت متأخر من الليل، هي لعامة الناس، راح يكون اكو يوم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، راح تكون بها فعاليات كثيرة تقدم حضارة العراق للجمهور وأيضا لركاب السفينة اللي هم 350 شخص من 77 دولة. نعم دكتور درغام، يعني هل تم التنسيق ما بينكم كحكومة محلية تدير هذا الموضوع وما بين إدارة الموانئ من أجل توفير الأجواء أو الظروف المناسبة لرسو هذه الباخرة؟ لأن حضرتك ذكرت أنه بقياسات وأحجام يعني متوفرة اليوم في شط العرب. نعم بالتأكيد، هذا العمل هو بتعاون وثيق ومشترك مع الشركة العامة للموانئ، أكو تواصل مباشر مع سيد المدير العام. نعم. مع سيد مدير السيطرة البحرية، مع مدير الإرساء وغيره، كانت هناك لقاءات كثيرة، مثل ما قلت هذا العمل يعني صار 3 أشهر لكن أعلن عنه قبل يومين، كان هناك زيارة من الوفد من السفينة، زيارة أيضا للسفينة نفسها واطلع عليها،
يعني أعماق شط العرب في الكورنيش في منتصف الشط هي حدود 12 متر. السفينة هي الغاطس مالها 5.5، لكن على شواطئ الكورنيش ربما أقل من ذلك. راح تكون هناك معالجة من خلال إيجاد بعض البانطونات اللي ترسو عليها. بالنسبة للارتفاع يعني تم التواصل مع الشركة الإيطالية المنفذة لجسر الشهيد محمد باقر الصدر، فكان المرور من تحت الجسر ماكو أي مشكلة. عندنا ارتفاع الجسر هو 35 متر مع 2.5 للأمان، فراح يكون هو 37.5. السفينة هي 34.5، فإن شاء الله ماكو أي مشكلة بمرورها من تحت الجسر. وكل الأمور إن شاء الله يعني تم تدليلها من قبل الشركة العامة المانة. الشركة العامة المانة هي بالتأكيد راح تقود السفينة من دخولها إلى المياه الإقليمية في الخليج العربي لحين رسوها ولحين مغادرتها. نعم. وأكو تعاون كبير جدا يعني من شركة الموانئ، وأيضا أكو دعم أيضا من سيد وزير النقل لهذه الفعالية الكبيرة. نعم. دخولها راح يكون مجاني هذه يعني للمواطنين؟ طبعا كل الدول نزارتها تأخذ رسوم بسيطة، لكن إحنا يعني بعد تفاهم مع إدارة السفينة راح تكون مجانية باعتبار هي الزيارة الأولى للعراق. هي مثلا على سبيل المثال زارت أبوظبي 12 مرة، زارت الكويت مرتين، زارت العقبة 3 مرات وهكذا. احنا لأول مرة كزيارة فصار اتفاق انه تكون الدخول لها مجاني، لكن تعرفين هي السفينة ما تستوعب اعداد يعني ضخمة، تستوعب 700 شخص في وقت واحد، فراح يكون بالتأكيد اكو تنظيم للدخول للناس. احنا ايضا ما رح تتكرر مثل ما نقول التدافع او الازدحام اللي صار في بطولة خليجي، بالتأكيد راح يكون هناك عدد كبير من المتطوعين يساهمون في تنظيم الدخول للمواطنين حتى يكون بشكل انسيابي وبنفس الوقت نعكس صورة إيجابية عن المجتمع.